السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحيران والجوعان آخر الليل، مروا على الثلاجة طول اربع بيضات، اسلقهم لمدة 13 دقيقة وتابع معنا كيف نعملهم بإذن الله. نهرسهم ونضيف مليح. فلفل اسود. زعتر ناشف. المكون الرئيسي زيتون. نقلبهم مع بعض. صحتين وعافية. طبعا الطبق مكون من فاصوليا مخللة، مقدوس، خيار بندورة، زيتون، خبز بلدي، وطريقة الخبز البلدي بتلاقوها في الوصف إن شاء الله. صحتين وعافية، وأترككم في رعاية الله.